حلقه في توقيت مهم، الاهلي مقدم على مهمه تصحيح المسار، تصويب المسار الافريقي، انقاذ الفرصه. الاهلي على موعد مع مباراه مهمه جدا في ظرف الفريق بيمر فيه في مرحله تجديد جهاز فني جديد، دي اول مباراه رسميه يقود الاهلي فيها، ومن ثم معطيات كثيره على طاوله الاهلي تجعل من مباراه الثلاثاء القادم ان شاء الله مع تاونشيب نقطه انطلاق لمرحله جديده. مرحله ان شاء الله يا باشمهندس بهذا الفكر الجديد تكون مرحله نقله جديده كمان. مفيش جدال ان الفضول والامل بيتملكوا معظم جماهير النادي الاهلي وانا منهم وحضرتك منهم. كلنا عايزين نشوف ماذا يقدم الاهلي مع بدايه هذه الانطلاقه. زي ما تقول مباراه الفرصه الاخيره او انقاذ البطوله بتاعه افريقيا دوري الابطال، لان الحقيقه الموسم الماضي على عكس غير متوقع ثلاث اسابيع شهدوا أسوأ اداء للنادي الاهلي عبر موسم رائع جدا قدمه النادي صحيح. الاهلي وفجاه تبتدي النتائج السلبيه. النهارده انت داخل الموسم الجديد من خلال رغي كتير، احداث كتيره. الاهلي يدعم ولا ما دعمش، جاب اللي هو محتاجه ولا لا، طب نجومه اللي هتمشي مين، طب نجومه اللي كانت هتمشي وقاعده هتدي ولا مش هتدي. كل هذا الامر هو الحقيقه تحديات جديده لجهاز جديد. لكن حجم المعلومات والتفاؤل الذي يصدر من او يصدر من المعسكر بما فيها القرارات الصارمه، يعني ممكن يجي يقول لك لا ده في مشاكل، بس الاطمئنان من الجهاز الفني على موقف الفريق بيؤدي ان ياخذ قرارات انضباطيه هي اللي بتنجح في الاخر. انا اتمنى من ولادنا وابنائنا واخواتنا لاعبي النادي الاهلي ان يقدموا للاهلي ما يحتاجه جمهوره، لا وقت لاي خلاف